في مصر النهاردة 12 مليون عربية حسب إحصائيات الحكومة لحد نهاية 2021، يعني عدد كبير جداً من المصريين بيعتمد على العربية باختلاف أشكالها وأنواعها كوسيلة مواصلات وانتقال. بس يا ترى إمتى دخلت العربية مصر؟ في سنة 1890 كان الأمير عزيز حسن حفيد الخديوي إسماعيل هو أول شخص يدخل سيارة في عهد الخديوي توفيق. في سنة 1960 بدأت تظهر السيارة رمسيس، أول عربية مصرية الصنع، والعربية دي لقت إقبال شديد من المصريين لتشجيع الصناعة الوطنية، وخصوصاً أن ثمنها في الوقت ده كان 200 جنيه بس يا بلاش. ودلوقتي لسه في ناس زي عم سيد سيما بتحافظ على تاريخنا من العربيات القديمة، وبتشتغل كل يوم عشان تفضل عربيات زمان بحلاوة زمان.